السلام عليكم الاخوان، هاد لا فورماسيون غادي تعلموا فيها كيفاش تخدموا بالفيسبوك ادز دو ا ا زد، يعني جميع الامور اللي غادي تقدروا تحتاجوها غتلقاوها في هاد لا فورماسيون، وراه غتلقاوها بيان سور مقسمه في لاشين يوتيوب. اللي مازال ما تابوناش بيان سور في لاشين يوتيوب تابونا فيها باش يشوف جميع لي كور اللي كيتحطوا في هاد لاشين هادي. دونك غادي ننصحكم انكم تتبعوها من ا حتى لزد باش تفهموا كاع لو كونسيبت، وماشي تكونوا غير كتطبقوا فقط، انكم تفهموا كيفاش تخدموا بهاد بهاد لا بلاتفورم ديال فيسبوك ادز اللي هي مهمه جدا باش تنجحوا في البيزنس ديالكم. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى انكم بخير وعلى خير. دونك من بعد ما شفنا في الدرس ديال لا كومبان، شفنا هاد لا كومبان بلي ديتاي ديالها كاملين، ودرنا عاوتاني كور ديال لونسومبل دو بوبليسيتي وشفنا لي ديتاي ديالو كاملين، ودرنا عاوتاني الدرس ديال لا بوبليسيتي وشفنا لي ديتاي ديالها كاملين، وطلقنا ديك الساعه لا بوبليسيتي. دونك هنا اون فوا دابا تنطلقوا هاد لا بوبليسيتي ديالنا تيبداو يجينا لي ريزولطا. دونك تنشوفوا مثلا طلقنا بلا كونفيرسيون وشدينا كلك كوموند، مثلا شدينا اون كوموند دو كوموند تخوا كوموند، اولا جاونا كنا طالقين بالترافيك وجاونا لي كليك ديجا سور لو ليان، اولا لي فيديو تشافت عندنا، المهم على حسب لوبجيكتيف تاع لا كومباني كنا درنا. دونك جاونا دابا دي ريزولطا. دابا غادي ندوزو باش نصاوبو واحد الجمهور مخصص. دونك شناهو الجمهور المخصص؟ هما دوك الناس اللي داروا عندنا شي حاجه ملي طلقنا مثلا هاد الحمله دابا الى طلقات. دونك جاو الناس شراو من عندنا، مثلا ثلاثه الناس اللي شراو البرودوي، دونك هاد الناس راه شراو البرودوي عن طريق هذيك الحمله الاعلانيه اللي درنا. دونك هادو نقدروا نسوفغارديهم عندنا في واحد البلاصه. دونك هذا هو اللي تسمى بالجمهور المخصص اولا الكوستم اودينس اولا لودونس بيرسوناليز، اون اودونس اللي دارت عندنا شي حاجه. دونك فين غنلقاو هاد الاودينس باش نونغوجيستريو هاد الناس اللي دارو عندنا دي تروك؟ فين غنلقاوهم؟ غادي نمشيو لابارتي الاودينس. دونك الاودينس هي راه عندنا هنا، دونك تنكليكيو هنايا، بيتيتر ما تخرجش ليكم بحال هكا تخرج ليكم كبيره، راه المهم الاودينس غتلقاوها، ولا قلبوا عليها هنا في الغوشيغش كتب غير اودينس راه غتطلع لك اودينس هاي بحال هكا. دونك اون فوا تنجيو لهاد لاباج، دونك غادي نلقاو كاع لي زوديونس، كاع هادوك الجمهور اللي فيه دار عندنا شي حاجه تنكونو اونغوجيستخينو، اللي كنا ديجا اونغوجيستخينو. الا ما كناش مونغيستخينا راه غادي نلقاو لودونس ديالنا هنا. دونك لقيتي هنا لاباج عندك خاوي، يعني يلاه بديتي ما عمرك ما درتي اون اودونس، دونك راه تلقى هنا خاوي، دونك خصك تصوب واحد لودونس بيرسوناليز هي هادي. دونك غنكليكيو على هاد لودونس بيرسوناليزي. دونك هنا غيطلع علينا فيسبوك غيسولك، غيقولك اودي هاد الجمهور اللي انت باغي تسجلو عندك اشنو فايت دار عندك؟ واش شرا من عندك من لو سيت ويب؟ واش فايت صيفط لك شي ميساج في البروفيل انستغرام ديالك؟ واش صيفط لك ان ميساج في لاباج فيسبوك ديالك؟ واش كليكا على شي برودوي من هذيك الانستانت اكسبيرينس اللي شرحنا؟ واش تفرج في لا فيديو ديالك؟ واش سي عمر هذاك الفورمولير ديال لو ليد اللي كنا شرحناه ديال لي بروس اللي شرحناه في الدرس ديال لا كومبان؟ واش الى عندك مثلا اون ابليكاسيون موبيل، واش دار عندك شي حاجه في لابليكاسيون موبيل؟ واش سي اكتيفيتي اورلين، ولا عندك ديجا اون ليست اكسل مثلا بغيتي تامبورتي الفيسبوك ويقلب لك واش دوك الناس كاينين في الفيسبوك؟ المهم انت دابا غادي تقول الفيسبوك هذيك الاودينس انت اللي بغيتي تسجل اشنو فايت دارت عندك. حنا مثلا في المثال ديالنا ان حنا خدامين بان سيت ويب، دونك غنقولوا الفيسبوك جيب لينا الناس اللي دخلوا مثلا لو سيت ويب ديالنا. دونك انا اش غايقول لينا الفيسبوك؟ غايقول لينا عطوني البيكسل ديالك اللي انت حاط في ستور ديالك باش نشوف لك هذوك الناس اللي فايتين داروا شي حاجه في لو سيت ويب. دونك انا شنو غادي نقول ليه؟ سواء الناس اللي داروا فيد كونتوني مثلا اللي دخلوا شافوا واحد البرودوي، اولا مثلا الناس اللي داروا بيرتشيز اللي شراو من عندنا من لو سيت، اولا اللي داروا اتو كارت يعني كليكاو على داك لو بوطون د اشتي، ولا غير دخلوا مثلا لو سيت غير دخلوا لي. دونك حنا غادي نختاروا مثلا، حنا دابا بغينا الناس اللي فايتين شراو من عندنا من لو سيت اللي داروا بيرتشيز. دونك انا غادي نقول فيسبوك غنعطيهم سميه، نقولوا لي مثلا فير بيرتشيز الناس اللي داروا واحد لاشا من لو سيت ويب ديالنا في هاد لي 30 جور، سجلهم لينا مثلا اشا سيت ويب مثلا تيست. دونك هاد الناس اللي فايتين شراو من عندنا من لو سيت ويب مثلا سجلهم لينا. وهنا نقدروا عاوتاني نزيدوا لي كلكو شوز اخرى، نقول لي مثلا الناس اللي شراو، بغينا نعرفوا الناس اللي شراو واحد البرودوي معين، نقدروا نقولوا لي عاوتاني. دونك انا غادي نقولوا الفيسبوك الناس اللي شراو من لو سيت ويب، وكذلك غادي نديروا هاد لا دوزيام ديال لي فيها لو اي هادي، غنقول الناس اللي شراو من السيت ويب ولكن شافوا مثلا لاباج ديال لو برودوي ديالنا، واحد لو برودوي مثلا معين. دابا هذا سوبوزون هذا هو لو برودوي، دونك خصهم ضروري يكونوا شافوا هذا البرودوي عاد شراو. دونك
انا باش نتاكدوا بان احنا كاري تارغيتيو الناس اللي شراو ولكن ضروري ما شافوا هذا البرودوي. دونك انا حنا كيهمنا هذا البرودوي بالضبط وغنعطيهم مثلا سميت. دونك انا فيسبوك تيقول لك لودونس راه تخوب بوتيت، علاش؟ لان مازال ما شرا، مازال ما طلقناش هاد لا كومبان، مازال ما جاب حتى شي غازوت. دونك انا نقدروا نعطيو سميه ونديروا كخيي لودونس، اولا كذلك نقولوا لفيسبوك جيب لينا الناس اللي شراو من السيت، ولا يا اما شراو يا اما مثلا او داروا اتوكا. دونك غايشوف الا داروا اتوكا بغا يجمعهم، داروا بيرتيز غايجمعهم، اي حاجه من هاد الجوج داروها غادي يجمعهم لك هنا في هاد لودونس تيست. دونك هنا تنقدروا نكرييو هاد لودونس هادي، اون فوا تنديروا كرييير غادي تطلع لينا هنايا في ليزوتونس. اولا مثلا بغينا نخدموا بلا باج فيسبوك، غنقولوا الفيسبوك مثلا غنعطيوه لا باج ديالنا حنايا، غنعطيو الفيسبوك لا باج ديالنا، غادي نقولوا ليه مثلا جيب لينا الناس اللي فايتين صيفطوا لينا ميساج في لا باج ديال الفيسبوك. دونك غادي نسميو ميساج فيسبوك. دونك هنا غادي نكرييهم، دونك غادي نكرييو واحد لودونس. دونك غادي يجمع لينا فيسبوك كاع الناس اللي صيفطوا لينا ميساج في الفيسبوك في لا باج ديالنا في هاد لا بيريود كلها ديال عام تقريبا، كلهم غيجمعهم لك في هاد لودونس. من بعد تعاود دوز لهم بيبليسيتي الا بغيتي. وكذلك مثلا الناس اللي فايتين شافوا واحد لا فيديو ولا كنا خدامين بشي فيديو، دونك انا تنسيليكسيونيو لي تنقولوا للناس مثلا اللي شافوا 10 ثواني من لا فيديو ديالنا، كان غايقول فيسبوك اين فيديو تختار لي لا فيديو مثلا ديال مثلا سوبوزون هادي، وغادي تعطي سميه للناس لي جون يون ريغاردي لا دي 10% مثلا دي فيديو حنا 10 سكوند دونك هنايا غنكرييو هاد هي كذلك غطلع علينا هنايا، باش من بعد هاد الناس اللي عاودوا مثلا اللي شافوا 10 ثواني من لا فيديو ديالنا تنعاودو ندوزو ليهم هما نيت لا بوبليسيتي بدات من بعد باش نبيعو ليهم ديريكتومون المنتوج ديالنا في لو سيت، ولا باش نعاودو نديرو ليهم شي حاجه، ولا بدات نقولو لفيسبوك هاد الناس اللي فايتين شافوا 10 ثواني من لا فيديو ديالنا ما تبقاش دوز ليهم لا بوبليسيتي صافي، دوز لوحدي اللي ما عمرهم شافوا كاع الفيديو. دونك انا كيفاش كنديرو ليها؟ دونك اون فوا تنكرييو مثلا هاد لي جون كي اون ريغاردي 10 سكوند مثلا تيست صافي، هي راه تكرييت عندنا، ها هي طلعت لينا هنا. دابا في لا كومبان ديالنا دونك دابا هنا في لا كومبان ديالنا غادي نختاروا لوبجيكتيف اللي حنا باغيين نخدموا عليه، هذه كومبان جديده بيان سور. وغادي نجيو لهنايا لبلاصه الاودينس بيرسوناليز. دابا هنا الا بغينا هاد الناس اللي مثلا شافوا 10 ثواني من لا فيديو ديالنا نوريوهم، نعاودو ندوزو لهم لا بوبليسيتي باش دابا يمشيو يشريو من لو سيت ويب، غادي نديرو مثلا لي جون كيون ريغاردي 10% طلعت لينا دابا هاد لودونس. دونك فيسبوك دابا غادي يسيبلي لك هاد الناس بالضبط، واخا خليتي ليه دابا المغرب كامل و 18 غيمشي يشوف هادوك الناس اللي فايتين شافوا 10 ثواني من لا فيديو ديالك هي اللي غادي يدوز لهم لا بوبليسيتي، يعني سيليوم غادي يعاود هما نيت يبقى يدوز لهم، دونك ما غاديش يشوف هاد لي دوني هادو، غايشوف هادوك الناس اللي فايتين شافوا 10 ثواني هما اللي يدوز لهم. نقدروا دابا شنو نديروا؟ نقولوا لفيسبوك لا عرفتي اش غادير اكسكلور، غادي نمشيو اكسكلور نقولوا لي جون كي اون ريغاردي 10 سكوند. دونك هنا الفيسبوك غادي يدوز لهاد الناس كاملين الا هاد الا هادوك اللي فايتين شافوا عندك 10 ثواني وما يدوزش لهم لا بوبليسيتي ديالك. دونك هذا هو الاودينس، الاودينس بيرسوناليزي اولا الكوستم اودينس. دونك هي الاودينس اللي فايت دارت عندنا شي حاجه تنكريوها باش من بعد يا اما ندوزو ليها لا بوبليسيتي، ولا نقولوا لفيسبوك هادو اللي داروا اللي فايتين شافوا ديجا عندنا ما تعاودش دوز لهم لا بوبليسيتي، ولا الناس اللي فايتين مثلا شراو من عندنا من لو سيت بلا ما تبقى تعاود دوز لهم لا بوبليسيتي، شوف لينا ناس جداد مثلا. دونك هاكا تنكريو. السلام عليكم الاخوان، بغيت غير نقول لكم بلي راه في لو سيت ويب sofianesbab.com غادي تلقاو بزاف ديال لي فورماسيون اون لين في لو سيت ويب كتشوفوهم، وما فيهمش الاشهار، وهما كنديرو لهم دائما كنديرو لهم ميزاجور، يعني الا تزادت شي حاجه في شي بلاتفورم فيوميا كنقدروا نبدلوا ديك لا فورماسيون اللي بغى يستافد منها. وكذلك عندنا برنامج ديال التتبع الشخصي اللي كيجي صعيب انه يفهم من فيديو راه كيقدر يجي عندنا للبيرو، ولا كنديرو معاه دي سيسيون لايف
مباشر عبر زوم وكنشرحوا ليه جميع الامور اللي هو مازال ما فهمش. دونك اللي بغى يستفد من هادشي يدخل لو سيت وبغى يلقاو لو ليان في لا ديسكريبسيون.